السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقه جديده. معكم مستر صابر ياسين وهذه قناه سبيشال يوتيوب قناه الشباب المتميز. والحلقه دي ان شاء الله هنحل مع بعض تمارين القواعد على الدرس الاول والثاني من كتاب جاينتس العمالقه من الوحده الاولى. وريت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زمالك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتساب والتليجرام. ولو دي اول مره تشوف القناه يشرفني اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالحلقات الجايه ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة تانية، يلا بينا نبدأ. بسم الله، اول حاجة عندي هي التمارين على الباست سيمبل تنس، الباست كونتينوس اللي هو زمن الماضي البسيط وزمن الماضي المستمر. اول حاجة عندي ليفل 1 اللي هو المستوى الاول في التمارين، واول سؤال بيقول number 1 in 2021 I not a new house in my village. الاجابة هتكون built، وعندي حرف الجر ان جاي بعده سنة من سنوات الماضي، يبقى انا محتاج زمن ماضي بسيط، وطبعا بلت زمنها ماضي بسيط مبني المعلومة. الجملة معناها انا بنيت منزلا جديدا في قريتي، ده ماضي بسيط ولكن مبني المجهول. الجملة اللي تحتها in 2021 جاب a new house اللي هو المنزل الجديد اللي هو المفعول بتاع الجملة اللي فوق، جابوا فاعل في الجملة اللي تحت، بقت a new house not in my village. هنا هختار بقى مبني المجهول، هقول منزل جديد هنا ايه بنيا، لكن فوق انا بنيته، اللي تحت ده هعملها رقم 2 هعملها مبني للمجهول. وطبعا تكوين المبني للمجهول في الماضي البسيط بتكون من ووز او وير زائد او بلس الباست بارتسيبل. نمبر 3 while we not TV my cousin suddenly arrived. طبعا وين معناها بيننا وبيجي بعدها جملة في زمن الماضي المستمر، فنختار we're watching، والجملة معناها بينما كنا نشاهد التلفاز ابن عمي فجأة وصل. فده كان حدث مستمر اللي هو مشاهدة التلفاز، ده كان حدث طويل مستمر. وصول ابن عمي ده كان حدث قصير. يعني ايه حدث قصير وحدث طويل؟ يعني لما تيجي تقارن المدة الزمنية اللي حصلت فيها مشاهدة التلفاز هتلاقيها مدة طويلة، لكن لما تيجي تلاحظ الحدث الثاني الحدث الاخر هو وصول ابن عمي هتلاقي الفترة الزمنية استغرقها وصول ابن عمي دخوله علينا ده مش هياخد اكتر من ما فيش يعني 5 ثواني 10 ثواني، خلاص احنا عرفنا ان هو وصل، فده حدث قصير. لكن مشاهدة التلفاز ده حدث طويل. فاحنا بنقول استخدام زمن ماضي مستمر مع ماضي بسيط ده بيعبر عن ان حدث قصير قطع حدث طويل. بنحط الحدث القصير في الماضي البسيط وبنحط الحدث الطويل في الماضي المستمر. نمبر 4 while he was playing football he not and broke his leg. الإجابة هتكون فيل. لو هتلاحظ ان حرف عطف اهو and يعني و جاي بعد منه بروك ماضي بسيط، يبقى اكيد اللي قبل منه هيكون زيه هيكون برضو ماضي بسيط. نلاحظ عندي هنا وايل اللي معناها بينما زي الجمله اللي فوق جاي بعدها ماضي مستمر اهو، وهنا ماضي بسيط يعني ده كان حدث قصير قطع حدث طويل. بالنسبه لمعنى الجمله، الجمله معناها بينما هو كان يلعب كره القدم وقع وكسر رجله. نمبر 5 when the phone rang I not my lunch. الإجابة هتكون I was having my lunch. الجملة معناها عندما رن التليفون أو رن الهاتف أنا كنت أتناول غدائي. برضو هنا الرابط اللي هو when بربط ما بين جملتين، واحدة ماضي بسيط يبقى ده حدث قصير was having، واحدة ماضي مستمر يبقى ده حدث طويل. يبقى الحدث القصير قطع الحدث الطويل، يبقى ده هو كنا بنتناول الغداء اهو حدث استمر فتره طويله. والحدث رنت التليفون بقى دي رنت التليفون هتاخد 30 ثانيه على اقصى تقدير، لكن تناول الغداء هاخد فتره اطول، فيبقى ده كان حدث قصير قطع حدث طويل. انا باكد بس على المعلومه عشان بعد كده ايه الجمل كلها اوضح الايه السبب الاختيار على طول مره واحده.
نمبر 6 once we were at lunch in this restaurant. الإجابة هتكون زمن الماضي البسيط عشان عندي كلمة once اللي معناها ذات مرة، ودي أحد الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، وطبعا دي الوحيدة اللي ماضي لأن ده مضارع وده مضارع وده verb ing مش نافعين. نمبر 7 why not you go to the club yesterday. يعني ده واحد بيسأل واحد بيقول له أنت ليه ما روحتش النادي امبارح، فالتاني رد عليه قال له because I was busy doing my homework، لأني كنت مشغول بعمل الواجب. فطبعا الإجابة هنا السؤال عندي في كلمة yesterday. ألاحظ إن دي حالة سؤال، عندي هنا الفاعل وعندي بعد الفاعل مصدر، يبقى where و weren't مش هينفعه. طب ليه where و weren't مش هينفعه؟ where I was دول ماضي بسيط ممكن يجي في حالة سؤال، بس بشرط يجي بعد الفاعل اسم أو صفة أو حرف جر. هل أنا عندي بعد الفاعل ده الفاعل، هل عندي بعد الفاعل اسم أو صفة أو حرف جر؟ لا، يبقى where و weren't مش هينفع. ما اللي ينفع؟ did أو didn't، لأن جودة هي مصدر وحالة السؤال في زمن الماضي البسيط في المبنى للمعلوم did زائد الفاعل زائد المصدر. طيب ممكن يجي إيه غير الاسم أو صفة أو حرف جر؟ ممكن يجي حاجة كمان الباست بارتسيبل، وده الماضي البسيط في المبنى للإيه؟ في المبنى للمجهول. طب أنا عندي فضل حاجتين، هختار did ولا didn't؟ هختار didn't لأنها أنسب من ناحية المعنى، لأن اللي هيسأل هيسأل يقول لماذا لم تأتي إلى النادي بالأمس؟ ليه ما جيتش امبارح؟ مش ليه جيت امبارح؟ لأن الشخص اللي هيرد عليه يقول له لأني كنت مشغول في فعل الواجب أو عمل الواجب. نمبر 8 yesterday I went to the club and not my friends. ألاحظ وجود حرف العطف عندي و أبص للزمن اللي قبله أو اللي بعده. فاللي قبله عندي هنا ماضي بسيط، يبقى اكيد اللي بعده هيكون برضه ماضي بسيط، فانا هختار met. I went to the club، ذهبت الى النادي وقابلت اصدقائي. Number 7 from 7 to 9 yesterday I not at certain task as I was asked. الاجابه هتكون I was doing. هنلاحظ بقى هنا عندي تعبير دال على الماضي المستمر. ايه بقى ده؟ بيعبر عن وقت محدد، بأحد استخدامات الماضي المستمر وقت محدد في الماضي. ايه اللي بيعبر عن الوقت المحدد في الجملة؟ التعبير ده from 7 to 9 ده وقت محدد. طب ايه بيعبر عن الماضي؟ التعبير ده اللي هو كلمة yesterday، يبقى ده كده وقت محدد في الماضي. في الحالة دي باخد زمن الماضي المستمر، الجملة معناها من 7 ل 9 امبارح انا كنت بعمل وظيفة مهمة او حاجة يعني مهمة مطلوبة مني محددة طلبت كما طلب مني. Number 10 My father always knew to work by train when he was young. الإجابة هتكون went، وطبعا went زمانها ماضي بسيط. عندي هنا when اللي معناها عندما، والجملة دي بتعبر عن عادة في الماضي. عرفت ازاي انها بتعبر عن عادة في الماضي؟ لأن جاي قبل الفعل الماضي البسيط اللي انا اخترته ده always، اللي هو احد ظروف التكرار اللي بتعبر عن العادة في الماضي اذا ما اقترنت بفعل ماضي. الجملة معناها ابي كان يذهب دائما الى العمل بالقطار عندما كان صغيرا، يبقى هو كان متعود على كده. الجملة دي بتعبر عن عادة في الماضي، فانا ممكن احولها زي ما هي كده، اشيل always واشيل went واخليها بالشكل ده، اقول my father used to go اللي هو بتعبر عن عادة في الماضي. Number 11 when I worked as a postman I got up at 3 o'clock every morning. الإجابة هتكون got، وبرضو الجملة دي بتعبر عن عادة في الماضي. نلاحظ الرابط when، وعندي هنا تعبير اهو دل على العادة اللي هو every morning. طيب every morning يعني كل صباح، يعني كل حاجة كل يوم الصبح. الجملة معناها ايه؟ عندما اشتغلت، لما اشتغلت ساعي بريد، لما كنت بشتغل ساعي بريد كنت بستيقظ الساعة 3 كل صباح. هنا الجملة دي بتعبر عن ايه؟ الجملة دي بتعبر عن عادة. طيب number 12 I felt really sick not at the party so I went home. الإجابة هتكون كلمة during،
اللي معناها اثناء او خلال، وطبعا عارفين ان ديورنج بيجي بعدها ناون، فهنا ناون اهو اللي هي كلمه ديبارتي اللي معناها الحفله، والجمله معناها انا شعرت بالمرض جدا لما اثناء الحفله لذلك ذهبت الى البيت. اون بيجي بعدها ناون او فيرب اي ان جي، بينما كلمة ديورنج ما بتجيش بعدها الا ناون بس، ما ينفعش يجي بعدها فيرب اي ان جي. وخد بالك ان في بعض الناونز، في بعض الاسماء بيكون ظاهرها فيرب اي ان جي لكنها في الحقيقة ناون، فما تتلخبطش. نمبر 13، وات نقط when your father returned home last night، اللي جابها تكون where are you doing. وهنا انا بسأل عن حاجة لها علاقة بالماضي. لو لاحظت كلمة last night اللي معناها الليلة الماضية، هتلاقي ده مضارع are مضارع، وهتلاقي ده مضارع have، وهتلاقي ده برضو مستقبل. الوحيدة اللي ماضي where are you doing. طب الجملة دي بتعبر عن ايه؟ بيسأل عن حاجة كانت مستمرة في الماضي لما قطعها حدث اخر. بيقول له what were you doing، ماذا كنت تفعل، انت كنت بتعمل ايه. هنا هو مش عارف هو كان بيعمل ايه. بيقول له ماذا كنت تفعل عندما ابوك وصل الى البيت، انت كنت بتعمل ايه بالظبط. طب ايه الحدث اللي قطع؟ الحدث هو وصول الاب، فهو مش عارف هو كان بيعمل ايه فبيسأله. نمبر 14، my father traveled to London at 2022، اللي جابها تكون ببص لزمن الجملة الاول. لما تلاقي حاجة بالشكل ده بص لزمن الجملة، اذا لقيتها ماضي بسيط traveled هنختار ان. طب لو كانت traveled ده هي has traveled اللي هو مضارع تام، كنا هناخد since. يبقى بناء على زمن الجملة بختار. طبعا الجملة كده معناها ابي سافر الى لندن في عام 2022. 2022 دي خلاص ده من ازمنة الايه الماضي. نمبر 15، at the time my father arrived we were at chess، اللي جابها تكون were playing. at the time ده معناها بتساوي كلمة when، بتساوي كلمة when، يعني عندما وصل ابي كنا نلعب الشطرنج. طبعا ده كان حدث قصير قطع حدث طويل، لان هنا زمن ماضي بسيط وهنا زمن ماضي مستمر. نمبر 16، ادم نقط تشيس اول داي يسترداي، التعبير ده اللي هو اول داي يسترداي ده من التعبيرات الداله على زمن الماضي المستمر، فانا هختار was playing بدون اي تردد. والجمله معناها ادم كان بيلعب شطرنج طول اليوم امبارح. نمبر 17، not in the office he received a call from his wife، الإجابة هتكون while. والجملة دي كان أصلها while he was in the office، بنقوم عاملين ايه، بنقوم حذفين الفاعل والفعل المساعد وتبقى while in the office. ودي أحد الحاجات بتاعت while، إن while ممكن يجي بعدها حرف جر، وبعد حرف الجر ده اسم يدل على مكان، اسم يدل على مكان زي الجملة دي الأوفيس اللي هو المكتب يعني. يبقى بينما هو كان في المكتب تلقى مكالمة من زوجته. طبعا قلنا ما تنفعش ولا ديورنج، لأن ديورنج بيجي بعدها ناون، وقلنا بيجي بعدها ناون أو فيرب أي إن جي. Number 18. When I first knew at news stories, I often included my own feelings and opinions. الإجابة هتكون wrote. والجملة دي بتعبر عن عادة في الماضي. لو لاحظت هتلاقي عندي often اللي هو أحد ظروف التكرار اللي أنا قلت عليها اللي معناها غالبا. والجملة كده معناها عندما كنت بكتب الأخبار الصحفية بتاعتي لأول مرة، first يعني لأول مرة، لأول مرة كنت بكتب الأخبار الصحفية كنت غالبا included. شوف ماضي برضو أهو، يبقى ده ظرف تكرار مع فعل ماضي بيعبر عن هدف الماضي. كنت غالبا بأدرج مشاعري وآرائي الخاصة داخل الخبر الصحفي، فهنا أنا محتاج إيه، محتاج ماضي بسيط. Number 19، just as I knew at home I saw an accident. just as زيها زي as زيها زي while، بيجي بعدهم زمن الباست كونتينوس اللي هو الماضي
المستمر. الفيرب اي ان جي لوحده بدون ما يكون معاه فيرب تو بي واز اوير ما ينفعش يكون زمن ماضي مستمر. نمبر 20 I'm not a well-known actor when he told me to be quiet. الإجابة هتكون I was interviewing. وطبعا هنا هكون بربط، أنا عندي الربط هو هكون بربط ما بين الماضي المستمر وماضي بسيط اللي هو told، يبقى حدث قصير قطع حدث طويل، والجملة معناها أنا كنت بعمل مقابلة مع ممثل مشهور جدا عندما أخبرني أن أبقى هادئا. والجملة اللي فوق اللي هي just as، بينما كنت أمشي إلى البيت، مروح البيت مشي، رأيت I saw an accident، رأيت حادثة. Number 21 He lived in Alex for 10 years now he lives in Bensworth. التعبير ده for 10 years أو كلمة for بالذات لما بيجي بعدها فترة زمنية مشهور إنها من أحد الكلمات الدالة على زمن المضارع التام، ولكن ما تستعجلش، بص للجملة كلها وفكر فيها كويس، هتلاقي بيقول now الآن هو يعيش في بني سويف. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحدث بدأ وانتهى، لان هو بيقول دلوقتي هو بيعيش في بني سويف. طب هو كان قبل كده عايش فين؟ عايش في اسكندرية. لو كان فضل عايش في اسكندرية اللي هو استخدامات المضارع التام ان الحاجة حصلت في الماضي ولا زالت تحدث، بس ده مش موجود عندي في الجملة بتاعتي، ده هو بيقول ان هو راح بني سويف خلاص ساب اسكندرية، يبقى الحدث بدأ وانتهى، يبقى انا محتاج ماضي بسيط. طب نفترض ان الجملة التانية دي اللي هي من اول ناو لحد الاخر مش موجودة في الجملة، ساعتها كنت هختار has lived اللي هو المضارع التام. Number 22 While I was studying my father not a book. الاجابة هتكون was reading. was reading ماضي مستمر، وهنا was studying ماضي مستمر، والاتنين كان بعد while، يبقى الجملة دي بتعبر عن حدثان، حاجتين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت في الماضي ولم يقطع احدهما الاخر. يعني الجملة بتقول while I was studying بينما كنت اذاكر، انا عمال اذاكر اهو منشغل في المذاكرة في الحدث المستمر بتاعي، في نفس الوقت اللي انا بذاكر فيه كان my father ابي بيعمل ايه reading a book، برضو منشغل في القراءة. الحدث بتاعه لم يتعارض او لم يتقاطع مع الحدث بتاعي، فهنا حاجتين حصلوا في نفس الوقت فين؟ في الماضي. Number 23 He made some new friends not his stay in Cairo. الإجابة هتكون during، وزي ما قلنا during بيجي بعدها noun يعني اسم، و النون موجود هنا هو. كلمة stay بتيجي فعل معناه يقيم، لكن هي هنا مش فعل، هي هنا اسم معناها إقامة، طبعا دي صفة ملكية، واحنا عارفين ان صفات الملكية لا توضع الا قبل الاسم. فالجملة معناها هو كون بعض الصداقات الجديدة، عمل اصدقاء جداد يعني، اثناء اقامته في القاهرة. بقية الروابط دي كلها بيجي بعدها جملة. Number 24 How long ago not live in Port Said. وجود كلمة ago مع how long يخليني اختار ترتيب حالة سؤال في زمن الماضي البسيط، يبقى انا اختار did زائد الفاعل زائد المصدر، ده ترتيب حالة سؤال في زمن الماضي البسيط. طب ليه ما ينفعش اخد where you، ما هو ماضي بسيط برضه، لان قلنا was او where بيجي بعد الفاعل اسم او صفة او حرف جر او past participle اللي هو تصريف تالت. طيب لو كنا شلنا كلمة ago من الجملة في نفس السؤال ده، ساعتها كنا هناخد، لو شلنا ago هناخد have you وحط هنا ايه فوق كده تبقى lived بدل live عشان يبقى زمن مضارع تاني. Number 25 As I knew at home last night it started raining. As لسه بتكلم من شوية، قلت as زي just as بيجي بعدهم ماضي مستمر زيهم زي while يعني، فأنا أختار was walking، والجملة معناها بينما كنت أمشي إلى البيت الليلة الماضية امبارح يعني بدأت تمطر، وده حدث قصير قطع حدث إيه؟ حدث طويل. Number 26 Her father was 80 years old when he knocked.
الإجابة هتكون when he died. أبوها كان عنده 80 سنة عندما مات. طبعا هنا مفيش أي حاجة تخليني أختار زمن الماضي المستمر when he was dying، لأن كده احنا قلنا دلالة استخدام الماضي المستمر مع الماضي البسيط ان الحدث اللي هو يحصل في الماضي المستمر يكون قطع الحدث البسيط. فواحد يقول لي ما كان يبدأ بيقطع، لا ملهاش علاقة، ما بيقعش العمر ولا حاجة، انا هنا محتاج زمن الماضي البسيط. ابوها مات لما كان عنده 80 سنة، مش كان بيموت لما كان عنده 80 سنة. طبعا ده مبني المجهول مش هينفع، ولا ده مضارع مش هينفع خالص، لانه مضارع وانا عندي السياق was، السياق بتاعي الماضي. Number 27 we were all busy while I was typing the report. علي نقط for the new meeting. الإجابة هتكون was preparing. انا عندي هنا while اهي جاي بعدها ماضي مستمر، وهنا برضو هختار ماضي مستمر، وده دلالته ان الحاجتين دول كانوا بيحصلوا في نفس الوقت في الماضي. معنى الجملة احنا كلنا كنا مشغولين بينما كنت اكتب التقرير، علي كان بيجهز علشان الاجتماع الجديد. Number 28 this time last year I not in Brazil. الاجابة هتكون I was living، وعندي تعبير دال على الباست كونتينوس اللي هو الماضي المستمر اللي هو كلمة this time last year، في هذا في مثل هذا الوقت في العام الماضي، يبقى ده اسمه وقت محدد في الماضي، احد استخدامات الماضي المستمر فين الوقت المحدد اللي هي كلمة this time last year، ده بيدل على الماضي، يبقى انا هختار ماضي مستمر. Number 29 we were doing our homework while our little brother no TV. عندي while معناها بينما، طبعا بختار بعد بينما زمن الماضي المستمر لو كان عندي فاعل في الجملة، والفاعل موجود اهو our little brother، يبقى اختار was watching. والجملة معناها احنا كنا بنعمل الواجب بتاعنا بينما اخي الاصغر كان يشاهد التلفاز، حاجتين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت في الماضي. Number 30 my mother not the housework when I returned home so I helped her finish that work. هختار زمن الماضي المستمر لان عندي بيقول امي كانت تعد او كانت بتعمل شغل البيت اعمال المنزل عندما عدت الى البيت، لذلك انا ساعدتها تكمل هذا العمل. هنا طبعا ده كان حدث قصير اللي هو وصولي الى البيت، ده الحدث القصير اللي قطع الحدث الطويل. الحدث الطويل هو كان امي بتعمل اعمال المنزل بتشغل في شغل البيت، وده كان الحدث الطويل، يبقى ده قصير مع طويل. بعد كده عندي ليفل 2 المستوى الثاني في التمارين. نمبر 31 it is time we not our lesson. الإجابة هتكون studied، لأن التعبير ده it is time بيجي بعد منه جملة زمن ماضي بسيط، طبعا بيكون ماضي بسيط غير حقيقي. الكل المضارع ده رغم ان عندي هنا is مضارع، السياق مضارع يعني، الا ان انا بختار زمن الماضي البسيط. حتى لو كانت في كلمة دالة على المضارع زي كلمة now مثلا، لو كلمة now في الجملة برضو هختار ماضي بسيط. طب نفترض ان انا عندي بدل كلمة now كلمة دالة على الماضي زي كلمة yesterday مثلا، في الحالة دي هختار ماضي تام. فلو عندي كلمة دالة على المضارع هختار ماضي، طب لو عندي كلمة دالة على الماضي هختار ماضي تام. Number 32 he couldn't answer the phone because he not a shower. طبعا هختار was having. الجملة دي دلالتها بتعبر عن عدم القدرة، عدم القدرة على القيام بشيء بسبب الانشغال في ممارسة شيء آخر. طبعا هنا الانشغال في ممارسة شيء آخر ده بيعبر عن استمرارية، عن حدث ايه؟ حدث هيكون مستمر، حدث هيكون مستمر. لذلك انا هختار was having اللي هو زمن ماضي مستمر، والجملة معناها هو ما قدرش يرد على التليفون لانه كان بيستحم، كان بياخد شاور فما عرفش يرد على التليفون. في الحالة دي بستخدم زمن الماضي المستمر لو كان السياق ماضي، وبستخدم مضارع مستمر لو كان السياق مضارع.
يعني مثلا لو انا خليت كود انتهي، لو خليتها كانت وقلت هي كانت انسر ذا فون، هقول بيكوز هي از هافينج ا شاور. نمبر 33 نوت وركينج اورز اي فيلت اكتيف، هختار ديورينج اللي معناها اثناء. واحد يقول لي طب ليه ما خدناش اون يا مستر؟ اون يجي بعدها فيرب اي ام جي، وركينج ده مش فيرب اي ام جي، ده ناون ظاهره فيرب اي ام جي لكنه ناون، زي ما في صفات زي كلمه بورينج مثلا او اكسايتنج او انترستنج فيها اي ام جي لكنها مش فيرب اي ام جي، هي ظاهرها فيرب اي ام جي لكن هي مش فيرب اي ام جي. فوركينج اورز دي معناها ساعات العمل، فالجملة معناها أثناء أو خلال ساعات العمل أنا شعرت بالنشاط. أن بيجي بعدها نون أو فيرب أي إن جي، طب ما ينفعش ده نون أهو، ما ينفعش ناخد أن طالما ده نون؟ لا برضه ما تنفعش. أن بتكون بديل كلمة وين، ما تنفعش أن، لكن ديورينج بتكون بديل كلمة وايل، فأن هنا مش هتنفع خالص. نمبر 34 at 5 o'clock last Monday I not on a bus on my way home. الإجابة هتكون I was. وأنا عندي هنا وقت محدد 5 o'clock ده وقت محدد، last Monday ده ماضي يبقى ده اسم وقت محدد في الماضي، يعني ده أنا محتاج ماضي مستمر زي ما كنت بشرح في كذا مسألة فاتوا، ولكن أنا عندي الفعل المستخدم في الإجابات هو الفيرب to be، والفيرب تو بي لا يوضع في الازمنه المستمره الا اذا كان بمعنى التاني، ده حاجه تانية، لكن في العادي بتاعه ما بنحطوش في زمن مستمر، بستخدمه ماضي بسيط حتى لو جاي بعد ويل، احنا عارفين ويل بيجي بعدها ماضي مستمر، حتى لو جاي بعد ويل بستخدمه في زمن الماضي البسيط. فانا هقول الساعه 5 الاثنين اللي فات انا كنت في الاتوبيس في طريقي الى البيت. نمبر 35 I'd rather you not your car here، زي التعبير اللي ده اللي هو في رقم 31 اللي فوق ده، نفس التعبير ده I'd rather بيجي بعده جملة زمنها ماضي بسيط لو عندي كلمة دالة على المضارع، وبختار ماضي تام لو عندي كلمة دالة على الماضي. فأنا هختار didn't park اللي هو زمن الماضي البسيط. نمبر 36 The actor not to answer any questions، الإجابة هتكون didn't want. طب ما تنفعش never want، ما تنفعش، لازم تكون want دي فيها حاجة من الاثنين، يا فيها اس ويبقى في الحالة دي الجملة مضارع بسيط، يا فيها اي دي وفي الحالة دي الجملة تكون ماضي بسيط، لكن هي كده ما تنفعش. don't كلمة actor ما ينفعش تاخد don't في المضارع، لكن تنفع تاخد doesn't، فلو كانت doesn't كانت تنفع. طب ما تنفعش wanted ماضي بسيط، ما تنفعش wanted، ليه ما تنفعش wanted؟ عشان عندي any في الجملة، طبعا احنا عارفين ان any بتيجي في الجملة المنفية والاستفهامية، لكن wanted دي جملة اثبات. الجملة معناها ان الممثل لم يريد ان يجيب، مش كان عاوز يجاوب على اي اسئلة، يعني لم يريد ان يجيب على اي اسئلة. نمبر 37 In those days people not a lot more letters، الإجابة هتكون wrote. In those days ده تعبير دال على الماضي، معناها في تلك الأيام، يعني أيامها زمان، ده تعبير دال على الماضي. بيقول في تلك الأيام الناس كانت بتكتب جوابات خطابات يعني أكثر بكثير. Number 38 I returned home when mother was preparing lunch when here means not، وأنا عدت إلى البيت عندما كانت امي تعد الغداء. الاحظ ان من هنا ينفع اشيلها واحط مكانها as، لان as معناها بينما، وبيجي بعدها ماضي مستمر هو was preparing، وينفع كمان احط while برضو معناها بينما، وبرضو بيجي بعدها ماضي مستمر. فهنا بيقول لي when تعني ينفع as وينفع while، يبقى الاجابه هتكون a and c. Number 39 My mother not for market just now، بالنسبة ل just now إذا جت في آخر الجملة يبقى أنا هختار ماضي بسيط. طب لو جت في نص الجملة ينفع تختار ماضي بسيط وينفع تختار مضارع تام، يعني إزاي؟ يعني الجملة
بالشكل ده ممكن اقول my mother has just now left for market لحد اخر الجملة. for market لحد هنا كده ينفع اختار has just now left، بحطها ما بين الفعل المساعد والتصريف الثالث. تنفع مضارع تام. طب تنفع مضارع بسيط على وضعها؟ تنفع، هتشيل has وتقول my mother just now left. طب لو just now جت في اخر الجملة ما ينفعش تختار مضارع تام، ساعتها تختار مضارع بسيط بس. الجملة معناها ان امي غادرت للسوق، يعني راحت السوق للتو، يعني ربك لسه طلع او لسه خارج. نمبر 40 not I see you in the post office the other day. the other day ضمن الكلمات الدالة على الماضي البسيط معناها اول امبارح او اول امس. بختار طبعا هنا حلقة جملة استفهامية. don't دي مضارع وwant دي مستقبل، ففضلش عندي في الماضي غير didn't او wasn't. انا قلت was aware بيجي بعد الفاعل اسم او صفة او حرف جر او تصريف تالت. انا عندي هنا ايه بعد الفاعل؟ ابي اي ده الفاعل، سي ده مصدر، يبقى انا محتاج did not. number 41 while I'm not at school suddenly an earthquake took place. احنا عارفين ان while بيجي بعدها ماضي مستمر، ولكن الفيرب تو بي زي ما قلنا من شويه لو يعني حاجه خاصه بيه، ان هو لو جه بعد while بيكون ماضي بسيط ما بيكونش ماضي مستمر، ده خاص بالفيرب تو بي. طبعا هنختار الايه، هنختار was مش هنختار was being. ولو كان هنا فاعل الجملة الأولى هو نفسه فاعل الجملة الثانية بس ده مش موجود في الجملة دي، كنا قلنا يعني كنا ينفع نقول يعني while at school، زي ان احنا قلنا ان while ممكن يجي بعدها حرف جر وبعد حرف الجر اسم بيدل على مكان، فكان ينفع while at school لو كان فاعل الجملة الأولى زي فاعل الجملة الثانية. number 42 I saw a lot of tourists while not in Luxor. طبعا هنا اختار being، ولاحظ ان انا بعد while ما فيش فاعل، هنا كده لا يوجد فاعل، وطالما لا يوجد فاعل بعد while يبقى بختار verb ing بشرط ان يكون فاعل الجملة الاولى هو نفسه فاعل الجملة الثانية. فالجملة دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها while I was in Luxor حذفنا الفاعل اللي هي I وحذفنا ال was وخليناها be، خليناها مصدر وضفنا لها ing while being in Luxor. وكان ينفع كمان اقول while in Luxor على طول، while in Luxor اللي هو زي ما قلنا while ممكن يجي بعدها حرف جر وبعد الحرف جر اسم بيدل على مكان، كانت تنفع برضو بدون اي حاجة. number 43 what did you study English؟ الاجابة هتكون how long ago، لان انا عندي هنا حالة سؤال في زمن الماضي البسيط اللي هو did زائد الفاعل زائد المصدر، يبقى انا محتاج how long ago. طيب امتى استخدم since when او for how long؟ بستخدم since when او for how long لو كان جاي بعدهم ترتيب حالة سؤال في زمن المضارع التام. فانا لو كان السؤال جاي بالشكل ده بدل did you study كانت have you studied، ساعتها كنت هختار A او C، كان هيبقى واحدة منهم تنفع. number 44 they not able to come because they were so busy. الإجابة هتكون weren't، وطبعا انا عندي they were so busy يعني السياق بتاع الجملة ماضي، يبقى aren't دي مش نافعه لان aren't دي مضارع مش هتنفع. فضل عندي didn't wasn't weren't كل ده ماضي. ليه ما خدناش didn't؟ didn't بيجي بعدها مصدر. طب able، able مش مصدر، ده able دي صفه، able تو صفه معناها قادر على، يبقى didn't مش نافعه. فضل عندي wasn't او weren't. طبعا عندي فاعل الجمله they وزي ما بتاخدش was، يبقى كمان wasn't فضل ما فضلش غير weren't. was او were بيجي بعدهم اسم او صفه او حرف جر او تصريف تالت. number 45 are you going to tell Toka what happened or would you rather I not hear. كنا لسه قايلين على would rather اللي هي كان جايه بالشكل ده في الاول I would rather، قلنا بيجي بعدها جملة زمنها ماضي بسيط
في المضارع او ماضي تام في الماضي، ولو ما جاش بعدها فاعل بيجي بعدها مصدر بدون تو اللي هي ايه؟ اللي هي ودراسة. طب هو هنا جاي ايه؟ بص كده ودي رازر، هو جايبها في حاله سؤال، بس مش هتفرق سواء جت في حاله جمله خبريه بالشكل ده او جت في حاله سؤال. لو جه بعدها فاعل يبقى هيجي بعدها جمله زمان ماضي بسيط، هختار ايه؟ هختار تولد. طب الجمله معناها ايه؟ هل سوف تخبر تقى بما حدث او تفضل ان اخبرها انا؟ نمبر 46 I as well as my friends not much yesterday morning. الاحظ ان انا عندي yesterday كلمه بتدل على الماضي، morning كلمه بتدل على وقت محدد، يبقى انا عندي وقت محدد في الماضي، يبقى انا محتاج ماضي مستمر، يبقى دي مش نافعه ودي مش نافعه. فاضل عندي was chatting ماضي مستمر، were chatting برضو ماضي مستمر، ولكن واحده منهم مفرد واحده منهم جمع. الاحظ ان انا موجود عندي قبل النقط my friends كلمه جمع، ولكن فاعل الجمله الاول اللي هي I مفرد. طب انا هختار فعل مفرد ولا فعل جمع؟ الرابط اللي موجود ده اللي هو as well as اللي هو بيعتبر من روابط الاضافه، بيكون قبل منه فاعل بنسميه الفاعل الاول، وبيكون بعد منه فاعل بنسميه الفاعل الثاني. الفعل بقى ده اللي هيجي هنا بيتبع الفاعل الاول اللي هو I في المساله بتاعتنا. فلو كان الفاعل الاول مفرد بيكون الفعل مفرد، ولو كان الفاعل الاول جمع بيكون الفعل جمع. فانا عندي I مفرد فانا هختار was chatting. Number 47 I knew at dinner when Adil arrived so I warmly asked him to share the meal with me. الإجابة هتكون I was having، يعني كنت أتناول العشاء عندما وصل عادل، لذلك طلبت منه أن يشاركني الوجبة بدفء، يعني إيه؟ بترحاب. طبعا هنا عندك حدث مستمر اللي هو أنا بتناول العشاء، أهو حدث مستمر. إيه اللي قطع الحدث الطويل ده؟ وصول عادل، لحظة وصول عادل. فهنا أنا محتاج زمن الماضي المستمر، حدث قصير قطع حدث طويل. Number 48 When I went to the workshop the mechanic knocked my car so I had to wait. عندما ذهبت إلى الورشة الميكانيكي was repairing كان يصلح سيارتي لذلك اضطريت أنتظر. يبقى ده كان حدث مستمر في الماضي. وإيه الحدث اللي قطعه؟ I went أنا ذهبت، أهو دي لحظة وصولي إلى الورشة فلقيته شغال فيها. حدث قصير قطع حدث طويل. Number 49 While I not ill I lost a lot of weight and became so thin. الإجابة While I was زي ما قلنا الفيرب to be لو جه بعد while ما بحطوش في الفيرب ING بالشكل ده، ما ينفعش أحطه في صيغة زمن مستمر لأن الفيرب to be له يعني حاجة خاصة بيه، له حالة، هو حالة خاصة بعد while. Number 50 What time not it when your father arrived. لما بدي أسأل عن الساعة في الوقت الحالي بقول What time is it. الساعة كم دلوقتي؟ بتقابل حد في الشارع بتقول What time is it. طب انت عاوز تسأل عن الساعة في الماضي بس بكل بساطة is دي هتخليها ايه؟ هتخليها was. فالإجابة هتكون was. يبقى الجملة ماذا كان الوقت عندما وصل أبوك؟ الساعة كانت كام لما أبوك وصل؟ Number 51 The moment I saw her she not the washing up later she ironed her skirts. The moment ده رابط يعني بيساوي كلمة when. عندما رأيتها she was doing كانت بتعمل الغسيل، كانت بتغسل الغسيل، وبعد ذلك كوت السكيرتس بتاع اللي هي الجيب بتاعتها. طبعا هنا ده حدث قصير لو أنا رأيتها، قطع حدث طويل هي كانت بتعمل الغسيل. Number 52 I was washing my dad's car not. الإجابة هتكون at 8. at 8 بتعبر عن ايه؟ وقت محدد، تمام. وكلمة yesterday بتعبر عن ايه؟ تمام، عن الماضي. يبقى ده اسم وقت محدد في الماضي، يبقى انا محتاج زمن الماضي المستمر هو was washing، يبقى كده تمام. لكن by 8 yesterday دي محتاجة زمن ماضي تام وده لسه ما خدناهوش. يسر دي محتاجة ماضي بسيط بس
وانا عندي هنا ماضي مستمر في الجمله اللي هو was washing، وتمورو دي معناها غدا محتاج زمن مستقبل. نمبر 53 as they نقط to the tour guide someone نقط their money. زي ما عرفنا ان as معناها بينما، طبعا لها معاني تانية لكن معناها في الجمله بتاعتها بينما. فانا هنا عندي عاوز اجابتين او اختيارين، فما فيش افضل من الاختيار لتر دي as they were listening to the tour guide بينما كانوا يستمعون الى المرشد السياحي someone شخص ما سرق اموالهم. ده كان حدث قصير قطع حدث طويل. ما ينفعش اختار are listening لانها مضارع مستقبل ماضي، كده السياق هيبقى مضروب مضارع مع ماضي مش هيبقى فيه لخبطه. مش هينفع اختار الاثنين هنا ماضي مستمر لان كلمه they ما بتاخدش was بتاخد where، وطبعا هنا listened مع stealing برضو مش نفع. نمبر 54 while I was cooking my husband was washing the car this means not. الجملة بتقول بينما كنت اطبخ زوجي كان يغسل السيارة. الاولى ماضي مستمر was cooking والتانية ماضي مستمر was washing، يبقى الحاجتين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت، يبقى الاجابة بتاعتي هتكون the two actions were at the same time، الحدثان كانا في نفس الوقت. بعد كده عندي تمارين على الباسيف اللي هو المبني المجهول في الباست سمبل والباست كونتينوس، الماضي البسيط والماضي المستمر. واول سؤال عندي بيقول هي نقط guilty of theft، الاجابة هتكون he was found. هو وجد guilty يعني مذنبا، هو وجد مذنبا بالسرقة. ما ينفعش اختار found اقول وجد، برضو دي برضو مبني المعلوم وجد، وده برضو مبني المعلوم وجد، اقول هو وجد مذنبا بالسرقة ولا وجد، اكيد الاجابة هتكون وجد مذنبا بالسرقة. نمبر 56 that building not 10 years ago. التعبير ده 10 years ago ده العام الماضي. كل الاختيارات اللي موجوده تحت دي مضارع، ده مضارع وده مضارع وده مضارع، والوحيده اللي ماضي was built، والجمله معناها هذا المبنى بني منذ 10 سنوات. نمبر 57 while the party not we were busy sending invitations to our friends. وايل بيجي بعدها زمن ماضي مستمر زي ما قلنا. طيب لو بصيت في كل الاختيارات اللي موجوده ما تلاقيش غير ماضي مستمر واحد اللي هو ايه؟ اللي هو was being prepared، ده ماضي مستمر مبني للمجهول، يبقى هي هتكون الاجابه بتاعتنا. يبقى انا هقول بينما الحفله كانت تعد يحضر لها، يعني احنا كنا مشغولين بنبعت invitations يعني بطاقات دعوة إلى أصدقائنا. نمبر 58 هي نقط until he had cleaned the car well. الإجابة هتكون wasn't rewarded، يعني هو لم يكافئ لم يتلقى المكافأة بتاعته حتى غسل السيارة جيدا. until بيجي بعدها ماضي تام وبيكون قبلها ماضي بسيط منفي، ده مش ماضي بسيط منفي ولا ده ماضي بسيط منفي، فاضل اللي هي A والأخيرة اللي هي D. الفرق ان الاولى دي مبني للمعلوم والأخيرة مبني للمجهول. هقول هو لم يكافئ حتى غسل السيارة، مش نافعة لان هي ساعتها في الحالة دي يبقى هو اللي بيكافئ وكمان هو اللي بيغسل السيارة في نفس الوقت، مش نافعة. لكن الجملة هنا بتقول هو لم يكافئ يعني لم يحصل على المكافأة بتاعته الا بعد ما غسل السيارة، يبقى كده الجملة زمانها كده معناها مظبوط. نمبر 59 while my car not at the garage I was having a meal at the nearby restaurant. الإجابة هتكون was being repaired، والجملة معناها بينما سيارتي كانت تصلح في الورشة أنا كنت بتناول وجبة في مطعم مجاور، حاجتين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. طبعا ما ينفعش أقول while my car was repairing اللي هو ماضي مستمر عادي مبني المعلومة، لأن ساعتها المعنى هيكون بينما سيارتي تصلح، لا أنا عايزها بينما سيارتي كانت تصلح اللي هو مبني للمجهول. نمبر 60 the thief not and sent to prison.
هنا عندي اللص، هقول اللص قبض وارسل الى السجن ولا قبض عليه وارسل الى السجن؟ طبعا انا محتاج الجمله كده بالمعنى ده اللي هو المبني للايه، للمجهول، ما ينفعش اختار المبني للمعلوم لان ساعتها هيكون معنى غير منطقي. Number 61. My son didn't know what he got in his trip to China. Their foods were different. الإجابة هتكون was being fed. الجملة معناها ابني لم يكن يعرف ماذا كان يطعم. ماذا كان يطعم؟ يعني في رحلته إلى الصين أنواع الأطعمة بتاعتهم كانت مختلفة. يبقى هو ما كانش عارف ماذا كان يطعم، مش ما كانش عارف ماذا كان يطعم اللي هو الايه وصفيلي اللي هو المبني للمعلوم. ولا طب بص هنا ده برضو مبني المجهول، بس ده مبني مجهول ايه؟ مضارع اللي هو لتر سي ولتر بي، وانا عندي السياق بتاعي ماضي وير ماضي didn't know ماضي، يبقى انا محتاج ماضي، فمش هختار المبني للمعلوم اللي هو فتر ايه ده، عشان ده هيبقى ماذا كان يطعم، وده طبعا مش هيكون مناسب لمعنى الجمله. Number 62. We couldn't enter the room because it not. الإجابة هتكون because it was being painted. والجملة معناها إحنا ما قدرناش ندخل الغرفة لأنها كانت تدهن. ما تنفعش was painting تدهن، لأن الحجرة مش هتدهن نفسها بنفسها، أنا محتاج مبني للمجهول. وطبعا ده الجملة بتعبر أو دليلتها بتعبر عن عدم القدرة على القيام بشيء بسبب الانشغال أو بسبب القيام الآخر. Number 63. One of our classroom windows not yesterday. الإجابة هتكون was broken. واحدة من نوافذ الفصل كسرت بالأمس. ما ينفعش أقولها طبعا أنت لو لاحظت هتلاقي أصلا كل الاختيارات دي مضارع. have has has طبعا عندك يسأل دي كلمة تدل على الماضي، كل ده مضارع والوحيد اللي was broken. Number 64. Did you go to the party؟ واحد بيسأل حد بيقول له هل ذهبت إلى الحفلة؟ فالتاني رد عليه قال له no I not. السؤال ده لو جيت تجاوب عليه بشكل عادي، واحد بيسأل واحد بيقول له هل ذهبت إلى الحفلة؟ ممكن يقول له yes I went، نعم ذهبت، أو ممكن يقول له no I didn't go. هو هنا قال له no بس ما استخدمش الفعل go، استخدم فعل تاني اللي هو ايه invite. فهو لو قال لا أنا لم أذهب ماشي، طب هو استخدم فعل invite. يعني invite؟ invite يعني يدعو أو يعزم، يعزم حد. فهو بيقول له هل أنت ذهبت إلى الحفلة؟ فالتاني هيقول له لا أنا ما دعتش، ولا انا من دعتش، انا لم ادعى. انا عاوزها مبني للايه؟ للمجهول. No I wasn't invited. لا انا لم ادعى، يعني انا ما اتعزمتش. Number 65. A new branch of the National Bank of Egypt not near my house last month. ابص الاقي عندي كلمة last month كلمة دالة على الماضي، ولاقي فعل الجملة a new branch فرع جديد من البنك الاهلي المصري. هنقول البنك ده الفرع الجديد ده established انشأ او اسس، هنا was established انشأ او اسس اللي هو مبني المعلوم، ما ينفعش. انا عاوز اقول ايه؟ انشئ الفرع الجديد، انشئ او اسس اللي هو لازم يكون مبني للمجهول. طب ده مبني للمجهول؟ اه ده مبني للمجهول بس مضارع، وانا عندي كلمه مبني على ايه؟ على الماضي. عندي بعد كده تمارين خاصه بيوز تو بي يوز تو اللي هم بيعبروا عن العاده في الماضي او في الحاضر. طبعا يوز تو بتعبر عن عاده في الماضي، لكن بي يوز تو بتعبر عن عاده. على حسب، لو كان هنا تصريف الفيرب تو بي واز اوير قبل يوز تو يبقى في الحاضر بتعبر عن هذا في الماضي. طب لو كان ام او از او ار قبل يوز تو يبقى في الحاضر بتعبر عن عاده في المضارع او في الحاضر. الاثنين بيجي بعدهم فيرب اي ان جي. انما يوز
تو اذا ما جاش قبل منها حاجه بيجي بعدها مصدر الفعل. اول جمله هتكون بتقول اي نقط بلاي فوتبول، هختار اي يوز تو بلاي فوتبول، يعني انا كنت معتادا على ان العب كره القدم. اذا جت حاجه هنا كده قبل يوزد تو يبقى هيجي بعدها فيرب ان جي، فانت لو هنا يوزد تو جاي بعدها ام يبقى هيجي بعدها فيرب ان جي، وانا عندي هنا في ايه مصدر. جيت يوزد تو انا قلت اهي جاي قبل ما حاجه يبقى انا محتاج بعدها فيرب ان جي. didn't use هتلاقي هنا في ايه حرف الدي، ده غلط، ده كده غلط، لان دي انت بيجي بعدها مصدر. ابص عليها في الجمله الثانيه بيقول لي اي نقط بلاينج فوتبول، جاي بعد النقط فيرب اي ان جي، يبقى يوز تو مش نافعه لان يوز تو بيجي بعدها ايه مصدر، وده اللي خدناه في الجمله رقم 66. الاقي عندي هنا بقى الحاجات اللي فوق دي بيجي بعدها فيرب اي ان جي اللي هي لتر سي وليتر اي، هختار منهم لتر اي ليه ام يوز تو. طب لتر سي مش هتنفع؟ لا مش هتنفع لان فيها حرف الاس ده، والاس دي بتكون لما بتكون موجوده في الفعل لما يكون فاعل الجمله هي او شي او ات او فاعل اسم مفرد. نمبر 68 اي يوز تو سموك ذس مينز نقط، انا كنت معتادا على التدخين. الجمله دي معناها ايه؟ معناها اي نو لونجر دو ات، يعني انا لم اعد افعلها، بطلت اعملها خلاص، لان الجمله اللي دي بتعبر عنها في الماضي معناها ان العاده دي انتهت، ما عادتش بتحصل في المضارع، ما عادتش بتحصل في الوقت الحاضر. نمبر 69 اي نقط تو سكول اون فوت ات از ماي هابيت تو ووك افري داي، الاجابه هتكون اي ام يوز تو جوينج. طيب ليه؟ لو لاحظت في الجمله الثانيه بيقول ات از ماي هابيت، مضارع، لان اسم مضارع، انها عادتي ان امشي كل يوم، يبقى هنا محتاج عن عاده في المضارع. طيب ابص الاقي هنا اي نيفر جو تو سكول، ما تنفعش، ما هي مضارع برضه. لا ما تنفعش، لان هنا تقول انا ما بمشيش ابدا للمدرسه سارا على الاقدام، انا ما بروحش المدرسه ابدا سارا على الاقدام، ده هيكون منافي لمعنى الجمله الثانيه لانه بيقول انا متعود اروح ماشي، فكده الجملتين هيبقوا عكس بعض. يوجوالي وينت ما تنفعش لانها ماضي، يوز تو جو ما تنفعش لانها ماضي. امتى كانت تنفع لتر سي او لتر بي؟ الاثنين دول كانوا ينفعوا لو غيرت از ده اهي وخليتها واز، ساعتها كانت لتر بي او لتر سي تنفع. نمبر 70 when she lived in Japan she had to get used not raw fish، الاجابه هتكون to eating raw fish، لان used to زي ما قلت من شويه اذا جه قبل منها حاجه زي ايه؟ زي am is are was were get got became become، الحاجات دي كلها بيجي بعدها verb ing. طب هنا verb ing لوحده من غير to ما ينفعش، من غير to ما ينفعش. الجمله معناها ايه؟ الجمله بتقول عندما عاشت هي في اليابان كان يجب ان تعتاد على اكل السمك المي. نمبر 71 she used to be active but now she not، هنا كلمه but now معناها لكن دلوقتي او لكن الان، بيكون قبل منها حاجه في الماضي او كلام عن حاجه في الماضي وبعدها كلام عن حاجه في المضارع. غالبا بيكون اذا كانت الجمله الاولى هنا مثبته بيكون اللي بعدها منفي، واذا كان اللي هنا منفي بيكون اللي هنا مثبت، وبيكون هنا ماضي وبيكون هنا بعدها مضارع. فهنا بيقول used to be active، وتلاحظ ان هو استخدم الفيرب تو بي، وطالما استخدم الفيرب تو بي يبقى انا هنا but now she، يبقى هنا محتاج برضه استخدم فيرب تو بي، فانا هقول but now she يبقى مش عاوز doesn't ولا عاوز didn't، انا هنا محتاج يا isn't يا wasn't. طب هنا اختار الفرق بينهم ايه؟ isn't مضارع و wasn't ماضي، انا هنا بقول but now وانا عايز مضارع، يبقى الاجابه هتكون but now she isn't. الجمله معناها هي اعتادت ان تكون نشيطه لكن دلوقتي لم تعد نشيطه. نمبر 72 I used to play football but now I not، شوف هنا بقى used to بس جاي فيرب غير الفيرب to be، يبقى هقول but now يا don't يا doesn't. I تاخد ايه؟ I تاخد كلمه don't، but now I
don't. ما ينفعش اختار doesn't لان doesn't هتيجي مع هي وشي وات بس. وازنت ده اختارها لما يكون هنا verb to be زي المثال رقم 71. Number 73 ايه نقط animals but now she loves them. But now ده هنا بعدها مضارع اهو. انا عايز الكلام هنا يكون في الماضي. بيقول ايه الحيوانات لكن دلوقتي بتحبهم. يبقى هي ما كانتش متعوده تحبهم. يبقى انا عاوز اتكلم هنا عن الماضي. الاحظ ان ده مضارع مش نافع وده مستقبل مش نافع وده مضارع برضه. ما فضلش عندي غير الماضي غير المثال ده didn't used to like. والجمله معناها ايه لم تكن معتاده على ان تحب الحيوانات لكنها تحبهم الان. نمبر 74 هي نقط the hot weather. الاجابه هتكون is used to. ليه؟ لان used to دي بيجي بعدها مصدر لكن هنا عندي the hot weather. يعني ايه the hot weather؟ the hot weather يعني الطقس الحار. الطقس الايه؟ الطقس الحار. يعني ايه الطقس الحار؟ يعني الكلمه دي اسم. ايه اللي ممكن يجي بعد اسم في الحاجات دي كلها؟ التعبير ده اللي هو is used to. ممكن يجي بعده اسم مش شرط از. يعني اي حاجه من حاجات الفيرب تو بي مش لازم از سواء ام او از او ار او واز او وير. بيجي بعدها اسم او ضمير او اسم اشاره او فيرب اي مجي زي ما احنا عارفين طبعا. طيب الاجابه دي تنفع. دي كانت تنفع لو كنا حطينا هنا اس كده في كلمه جيت كانت جيتس يوز تو كانت تنفع. دي طبعا في اي مجي مش هتنفع خالص. عندي هنا بقى كام مساله بيقول لي بقى ايه don't get confused يعني ما تتلخبطش. think carefully فكر بعنايه او فكر بحرص. number 75 it is time they are not home from school. التعبير ده it is time بيجي بعد جمله ماضي بسيط يبقى انا هختار went. طيب طالما الكلام على المضارع تعال نشوف الجمله اللي بعدها رقم 76 it is time not home as it is so late. تلاحظ ايه الفرق بين الجملة دي والجملة اللي فوق؟ الجملة اللي فوق فيها فاعل اللي تحت ما فيهاش. في الحالة دي اختار تو زائد المصدر. It is time to go. حان وقت الذهاب إلى البيت لأن الوقت اتأخر جدا. اللي بعدها I wish بس مفيش فاعل زي الجملة اللي هي 76 مفيش فاعل لا يوجد فاعل. I wish to buy أتمنى أن أشتري سيارة جديدة. طيب المسألة اللي بعدها I wish I نقطة نقطة. هتلاحظ هنا في فاعل اللي هو اهو I. في الحالة دي هختار ماضي بسيط زي المسألة رقم 75. يبقى I wish زيها زي it's time زيها زي I would rather. تعال نشوف الجملة اللي بعدها اللي هي 79 I wish I got a new car. زاد على الجملة دي كلمة last year. أنا قلت إذا جت كلمة دل على الماضي هختار إيه؟ هختار ماضي تاني مش هختار ماضي بسيط. رقم 80 I'd rather not my at the club. ابص الاقي عندي بعد I'd rather لا يوجد فاعل. في الحاله دي هختار ايه؟ هل هختار تو زائد المصدر زي رقم 77 هنا وزي رقم 76 لما كان لا يوجد فاعل في جملتين؟ لا مش هختار تو زائد المصدر. هختار مصدر بدون تو. شوف المسألة اللي بعدها I'd rather my not her mother at the club. تلاحظ هنا بقى ايه؟ في فاعل اهو. في الحالة دي هختار ماضي بسيط. مت. طيب رقم 82 زيها برضو بس فيها حاجة زادت. I'd rather my زاد كلمة yesterday اللي هي كلمة دل على الماضي. في الحالة دي هختار ايه يا جماعة؟ هختار ماضي تام. خد بالك ما تتلخبطش. Number 83 my watch not down last week. هنا هختار بروك داون. ساعتي عطلت الاسبوع اللي فات. ما ينفعش اقول ساعتي was broken عطلت. ما ينفعش يكون مبني مجهول ده فعل لازم. ساعتي عطلت الاسبوع اللي فات. نمبر 84 قطن نقط كلوز اللي جابها هتكون is used to make. واحد يقول لي انت مش انت قلت يا مستر ان is used to بيجي بعدها فيرب اي ان جي ده مصدر. ده لما تكون is used to مستخدمة للتعبير عن العادة في المضارع. أمال is used to دي بتعبر عن إيه؟ دي معناها يستخدم في يستخدم لكي.
الجملة مبني المجهول، الجملة دي معناها القطن يستخدم لكي نصنع الملابس. ايه ده؟ احنا كده هنتلخبط يا مستر. لا مفيش لخبطة ولا حاجة. لو لقيت قبل is او are used to، لو لقيت قبل منهم غير عاقل في الحالة دي هتحط بعضهم مصدر ويبقى معنى الفعل ده يستخدم لكي. طب لو كان قبل منهم عاقل في الحالة دي الجملة هتكون بتعبر عن عادة في المضارع. Number 85. While I was studying English and not music, my mother was cooking. الإجابة هتكون listening، لأن ده أنا عندي حرف عطف اللي هو and قبل منه verb ing. طبعا ده زمن ماضي مستمر، بس أنا ما بعطفش عليه ماضي مستمر كامل صيغة كاملة بالشكل ده، لا، ولا بالشكل ده برضو لا، وإنما بعطف الفعل الأساسي فقط اللي هو الفيرب ING studying. بينما كنت أذاكر الإنجليزي وأستمع إلى الموسيقى أمي كانت تطهو. ركز بقى في الكلمة مسألة اللي جايين دول مهمين. Number 86. Not doing our homework, we handed it out to our teacher. بعد النقط عندي فيرب ING، يبقى قوم تنفع دي ما تنفعش لان دي بيجي بعدها تصريف تالت، ودي ما تنفعش لان بي بيجي بعدها تصريف تالت، دي ما تنفعش لان بيينج او بين اي واحده فيهم بيجي بعدها تصريف تالت. طبعا كل واحده لها استخدام، فهنا هختار on doing our homework. طب الجمله دي هي كان اصلها ايه؟ كان اصلها تحت هكتبها كده هنا اهو when وي. عرفت ازاي ان فعل الجملة وي؟ لان هنا هو فعل الجملة التانية لازم يكون فعل الجملة الاولى. يبقى when we did our homework، عندما عملنا واجبنا، لما خلصنا واجبنا، we handed it to our teacher، سلمناه للمدرس بتاعنا. طبعا on بتكون بديل ايه؟ on بتكون بديل when. شوف الجملة اللي بعدها doing ما بقتش doing بقت done. ايه الفرق؟ doing verb ing. طب done ده past participle تصريف ثالث، يبقى قلنا مش نافع. وهاز بين ده ملوش علاقه بيها، مش نافعه خالص، ده مضارع تام وهنا اصلا مفيش فاعل. فاضل عندي حاجه من الثلاثه دول، يا having يا كلمه on being تصريف ثالث، يعني يا الاولى يا الاخيره. هختار اهم واحده فيهم، هختار الاولى. احنا قلنا بديل ايه؟ بديل وين. فالجمله دي كان اصلها ايه؟ الجمله دي كان هيبقى اصلها وين وي. طب هنا مفيش وي، ده هنا اور هوم ورك، يبقى انا همسح وي. احنا قلنا فعل الجمله الثانيه بيكون نفسه فعل الجمله الاولى، يبقى الجمله كان هيبقى اصلها كده وين اور هوم ورك ها was done. عملنا ايه في الجملة رقم 86؟ حذفنا وي، وضد ده اللي هو الفعل الاساسي خليناه فيرب ing بقت doing. طبعا نحط بدل وين نحط بدلها on، بقت on doing. ده اللي حصل في 86. طب في اللي بعدها 87 بنشيل وين ونحط on، وبنحذف الفاعل زي ما حذفنا وي، بنحذف اور هوموك، بنحذف الفاعل. واز ده بقى بقت فيرب ing بقت being، يبقى on being. ودم زي ما هي بتنزل زي ما هي، بقت on being done. عندما واجبنا اتعمل، واجبنا، شوف حتى برضه الجمله الثانيه مبنيه للمجهول، عندما واجبنا اتعمل واجبنا تسلم الى المدرس. الفرق ان الجمله اللي فوق مبنيه للمعلوم والثانيه مبنيه للمجهول. نمبر 88. Not visiting hours, we got an entrance ticket for the hospital to see my uncle. هنختار during قولا واحدا. واحد يقول لي ليه on مش on؟ on بيجي بعدها verb ing. تقول لي طب ما ده verb ing. قلت قبل كده visiting hours دي معناها ساعات العمل، وقد يتشابه الاسم اللي في اخره verb ing مع verb ing. فمش كل verb ing تشوفها، مش كل حاجه قصدي في اخرها اي ان جي تفكرها فيرب اي ان جي، مش كل حاجه في اخرها اي ان جي تفكرها فيرب اي ان جي. اوقات ممكن تلاقي صفه او اسم في اخره اي ان جي.
فديورنج معناها أثناء أو خلال، فالجملة معناها أثناء ساعات العمل حصلنا على تذكرة دخول إلى المستشفى عشان نزور عمي. نمبر 89، not any bread، حد بيسأل يعني، فالتاني رد عليه قال له no I bought some. طيب نبص كده ألاقي عندي ده حالة سؤال، يبقى الأولى دي مش نافعة، أنا عاوز حالة سؤال. طيب الإجابة ده هي بوت، بوت ده زمانها إيه؟ ماضي بسيط، يبقى الأخيرة ده مش نافعة لأن ده ماضي مستمر. ده ماضي بسيط حالة سؤال، وده ماضي بسيط حالة سؤال، اختار أنا واحدة فيهم. تعالوا نجرب نسأل السؤال كده، لو كان السؤال did you buy، لو أنا سألت did you buy any bread، هل اشتريت أي خبز؟ لو حد هيجاوب على السؤال ده مرة بيس هيقول yes I bought، نعم أنا اشتريت. طب لو هيجاوب no هيقول no I didn't بوت. هل اشتريت اي خبز؟ نعم انا اشتريت. لا انا ما اشتريتش. طب تعالوا نشوف الاجابة هنا، قال له لا انا اشتريت بعض الخبز. لا، يبقى هنا السؤال ما كانش بضد المثبتة، كان بالضدنت المنفي. يعني السؤال ده كان معناه ايه بالعربي؟ هو انت ما اشتريتش عيش؟ مش انت اشتريت عيش، لا انت ما اشتريتش عيش. قال لي لا انا اشتريت. لما يكون السؤال بادئ بفعل مساعد منفي مش مهم تجاوب بيس او نو، يعني طالما السؤال بادئ هنا بفعل مساعد مثبت ولا منفي، بفعل مساعد منفي، بيقول لك مش مهم تجاوب بيس او نو، يس او نو مش هتفرق، المهم الجمله اللي بعدها، المهم الجمله اللي بعدها، بتجاوب بجمله كامله. نمبر 90 واخر مساله معانا في الفيديو، نقط arrested the thief was taken to prison. الجملة بعد النقط تصريف ثالث، والجملة اللي بعدها بدأ بذا سيف، فده هيكون فاعل الجملة الأولى برضه. واحنا عارفين ان ديول اللي بعدها اسم يبقى مش نافعة، ويل ما بيجيش بعدها تصريف ثالث مش نافعة. فاضل عندي دهي هافينج بيجي بعدها تصريف ثالث، وان بينج برضه بيجي بعدها تصريف ثالث، هختار أي واحدة فيهم؟ هختار ان بينج، لأن هنا الجملة هتكون مبني للمجهول. كان اصلها ايه الجمله دي؟ كان اصلها when، الفعل هيبقى كلمه ايه؟ the thief. احنا قلنا فاعل الجمله الثانيه هيكون نفسه فاعل الجمله الاولى، when the thief was arrested ولا arrested، عندما اللص قبض ولا قبض عليه، اكيد لازم تكون قبض عليه. when the thief was arrested the thief اللص was taken اخذ الى السجن. حذفنا when وحطنا مكانها on، وحذفنا the thief was ده خليناها being، ونزلنا arrested زي ما هي، وبقت الإجابة on being arrested عندما قبض عليه اللص أخذ إلى السجن. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تبخلشوا عليه بضغط زر اللايك، ولو دي اول مره تشوف القناه شاركنا اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تشارك اشعارات بالحلقات الجايه ان شاء الله. اتمنى لكم جميعا التوفيق، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.